وأكيد سلمى وصلنا لفقرتنا الأخيرة، الفقرة الجمالية دائما اللي بنختم فيها. أكيد رح نروح مع الفن والإبداع. بيقولوا الصمت أبلغ من الكلام، ولكن لما بيكون أمام موسيقى صامتة تطلق الحركة الانسيابية لامتشاق قامة الحرف العربي نحو الجمالية والكمال والإبداع، بنكون عم نحكي عن ما حققه ضيفنا من خلال تجربته التشكيلية اللي بتجذبنا نحو سر الحرف العربي ومشهد الكلمات بين عناق وتآلف وتناغم وانسجام، عن تجربة فنية خاصة وفريدة. رح نتحدث مع ضيفنا الفنان التشكيلي الدكتور محمد غنومي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك دكتور. يسعد صباحكم، شكرا كثير لهالمقدمة الجميلة. يسعد صباحك. الله يخليكي. صباح الخير مرة ثانية دكتور. الله يخليكم. أهلا وسهلا فيك. اليوم اخترت حضرتك موضوع وعم نحكي عن الحرف العربي اللي هو معروف بتميزه وجماله منذ القدم. اليوم شو هي يمكن الرسالة اللي حبيت تكون موجودة ضمن لوحاتك باختيارك للخط العربي أو الحرف العربي؟ صحيح. هلا هي يعني أنا أقول وباستمرار الحرف العربي يحمل حقيقة، ليس رسالة إنما يحمل رسائل. من ضمن هذه الرسائل هي الرسالة الجمالية التي يحملها، يعني هو لا يكتفى بنغمه وصوته الجميل إنما أيضا شكله جميل، لذلك اختاره الله عز وجل ليكتب به أقدس المقدسات وهو القرآن الكريم. وتبارى أيضا كل خطاطي العالم في العالم الإسلامي على أن يكون هذا الحرف هو الأجمل، فلذلك وصل إلى هذه القمة من الجمال والتي هي يعترف بها الآخرون غير الناطقين بالضاد أكثر مما نحن يمكن أن نتحدث به. لذلك الحرف العربي يحمل فعلا رسائل كثيرة. هذه الرسالة الجمالية التقطتها صغيرا، يعني أحببت على أن تكون أيضا هذه الرسالة التي يحملها الحرف أكون أيضا مخلصا وأكون لنقول يعني تلميذا نجيبا أحمل هذه الرسالة إلى العالم أجمع وليس إلى وطننا فقط وإلى محيطنا إلى محليتنا. لذلك كانت المعارض وكانت التجربة، والحرف العربي هو أيضا ساعدني في حمل هذه الرسالة، هو ليس ثقيلا على أحد في حمل الرسائل، هو بالعكس يساعد كل الذين يتعاملون معه لأنه هو في منتهى الإنسانية وفي منتهى النبل الإنساني. نعم يعني دكتور محمد اللي بيسمع كيف عم تحكي عن الخط العربي بيعرف قديش كل لوحة من لوحاتك هي منتج إنساني أكثر من أنه هو منتج فني، بتدمج كتير بين الألوان، بتختار حالة من الانسجام. خلينا نحكي عن هي الحالة الفريدة اللي تميزت فيها باختيارك لدمج الألوان مع الحرف العربي. نعم. هلأ عادة وكما يعرف الجميع على أن الحرف العربي ضمن مسيرته ضمن مراحل مسيرته في معظمها كان يكتب باللونين الأسود الأبيض، تمام. يعني نحن هكذا نشاهد. فأنا طبعا هناك طبعا تجارب بسيطة جدا وهي تقوم على استحياء كما يقال، أنه فيها شوية تجارب لونية خفيفة. أنا كملون وأحب ألوان بلادي ووطني وهي ألوان غنية جدا جدا، ألوان وطننا الجميل، لذلك أردت أن أغمس كل هذه الحروف العربية في اللون وأخرجها أيضا يعني مليئة ومليئة بهذه الألوان. فلذلك أنا مع اللون لي علاقة مختلفة، ووجدت على أن الحرف العربي أيضا هنا عندما أصبح ملونا أصبح أكثر بريقا وأكثر ألقا للجميع. وأنا هنا لم أكتفي فقط بالألوان إنما أيضا عملت على تدرجاتها وأدخلت أيضا بعض الألوان لنقل الخاصة بي. لذلك كانت هذه اللوحة عندما يشاهدها الغريب كما يقال في أوروبا مثلا يشاهد على أن هناك جاذبية معينة. هذه الجاذبية الحرف العربي كما قلت سابقا أعطاني هذه المساعدة، وأنا أيضا كنت أيضا مخلصا لألوان بلادي لأن أضعها في هذه الأعمال. فلذلك الحرف لا يعني ليس كما هو معتاد وما كما هو متعارف على أنه يبقى مثلا بلونين الأبيض والأسود، مع احترامي وحبي للونين الأبيض والأسود الرمادي، ألوان جميلة أيضا وجميلة جدا، لكن لماذا لا تكون أيضا لماذا لا يعيش لماذا لا تعيش الحروف في أعراس لونية؟ لماذا لا نبتهج
لماذا لا نصفق معها ونتكلم ونتحدث ونزغرد إلى آخر ما هنالك. لذلك أنا أحببت الألوان كثيرا وفي تجربتي، وهذا الحمد لله يعني أعطى أيضا نتائج إيجابية جدا وأيضا قبول واستحسان وشعبية إن صح التعبير، هي أيضا جذبت هذه التجربة وتميزت بها من خلال كما قلت عشقي للون. أنا لست فقط محبا للون، إنما عاشق وولهان للألوان. نعم، يعني دكتور استطعت حضرتك تكسر النمطية بإدخال ألوان مفرحة، ألوان كانت تخصك أو حتى ألوان عامة من خلال رسمك للحروف، ولقيت صدى كتير مميز إن كان من الوسط اللي نحن موجودين فيه أو حتى في الخارج. اليوم الشخص يلي يمكن يجهل جمال وجاذبية الحرف العربي، كيف كان الصدى من خلال لوحاتك ومن خلال معارضك؟ شو هي يمكن أبرز التعليقات يلي سمعتها حضرتك؟ الحقيقة لأقول لك بصراحة، يعني عندما بدأت تجربتي في المعرض الأول في عام 1979 في نيسان هنا في دمشق، كان المعرض الأول، وهذا المعرض أعطى يعني لنقل ضجة. هذه الضجة منها من هو مؤيد ومن هو معارض، يعني ليست كلها يعني مؤيدة، لكن سرعان ما كثر المؤيدون وقل غير المؤيدين، يعني هذه أيضا قضية مهمة. لكنني أليت على نفسي على أن هذه التجربة وهذا الحرف يجب أيضا أن يعطي للعالم أجمع صورة جديدة وتجربة جديدة، ليس فقط كما يقال هي تغني فقط بالماضي وعلى أنه تراث قديم الخط، لا، هو تراث متجدد الحقيقة بكل ما في الكلمة من معنى. لذلك منذ عام 1980 بدأت المعارض في خارج القطر، في روما أول معرض في عام 1980، يعني الآن 40 عاما على المعرض الأول، وتتالت المعارض في بلادي وفي بلاد العربية وفي أيضا أوروبا، والحمد لله وصلت إلى يعني 72 معرض. واليوم أنا عندما أحدثكم هناك معرض في بون مستمر حتى نهاية العام لي. فهذه التجربة لو لم تكن هناك، أو لو لم يكن هناك اهتمام، ولو لم يكن هناك، ولله الحمد، وهذا يعني ليس دعاة للكلام كما يقول المجاني، إنما لو لم ألقى هذا الاستحسان وهذا التأييد وهذا أيضا ليس فقط قبول إنما الحب لهذه التجربة، لما كانت تجربتي التي الآن أقمت أكثر من 45 معرض خارج قطر في معظم عواصم العالم. وأيضا هذا أيضا هو واجبي، وكما بدأت بالرسالة هي رسالة، هذه الرسالة أنا لا أتعب من حملها، والحرف العربي هو خفيف الظل وهو أيضا يساعدني كما قلت. والحمد لله يعني التجربة لا زالت مستمرة، وأتمنى أيضا على أن يكون فعلا تحقق جزءا من يعني إزاحة القبح وبث الجمال في حياتنا جميعا. أكيد العمر الطويل لك دكتور، وتضل دائما تنشر، ودائما الفنان يتميز أنه فنه بيبقى بيترك أثر باقي ما بيروح. نتمنى أكيد. دكتور كنا عم نحكي عن الخط العربي ودمجه من خلال لوحات، خلال هاي السنوات التكنولوجيا والحداثة أدخلت كثير من أنواع النسخ أو الطبع أو التصميم الإلكتروني من خلال الكمبيوتر للحرف العربي ولوحات مطبوعة. قديه بتشوف هاي التجارب مفيدة أم هي لا هي بتبعدنا عن الحياة اللي موجودة بالريشة وبالألوان بشكل عام؟ هلا بدون أدنى شك يعني يجب أن يعرف المشاهد والمستمع على أن هذا الجهاز العصوب وهذه التقنية هي من صنع الإنسان. عندما تحل مكان الإنسان هذه مشكلة، أما عندما تساعد الإنسان فهو المطلوب. فالتكنولوجيا هي ضرورية جدا، ولا يجب أن نغمر يعني رؤوسنا في الرمل ولا نرى هذه التجربة، لكنها أن تكون بديلا عن الفنان هذا مستحيل. الفنان هو من عند الخالق، وهذا الإبداع من عند الخالق، أما هذا فهو جهاز. أكيد التقنية هي مهمة جدا، هي تساعد في الانتشار، تساعد أيضا في الدقة في اللوحة في نقل اللوحات والصور، لكن ليس أكثر، لا يمكنها أن تحل محل المبدع، لا يمكن، لكنها تساعد وهي ضرورية أيضا
في هذا العصر، لكن هذا الموضوع هو حساس إلى حد بعيد. هناك من يرى على أن هذه الأجهزة ممكن أن تصنع فنا بديلا عن الفنان، هذا كلام بعيد عن الصواب. تمام. لا. يعني دكتور سنوات طويلة جدا من العمل ومن الفن والإبداع ما زلنا حتى اليوم، برأيك متطلبات العصر تغيرت وبالتالي زاد العبء عليك اختيار الألوان وإدخالها بدل الأبيض والأسود أو إلى جانب الأبيض والأسود، هل هذا الشيء كان من متطلبات العصر؟ نحن دائما بدنا تجديد، جمال الخط العربي موجود لكن طريقة تقديمه لجميع الدول أو حتى للداخل لازم تتغير بين سنة والتانية أو بين جيل وآخر. لا. يعني عندما يضع المبدع هاجسا على أنه يريد أن يرضي الأذواق هذه مشكلة. تمام. عندما يفكر فقط في الإبداع وعندما يفكر فقط بالتطوير وفي أيضا الابتكار هذا هو المهم، وعندما تكون جذوره يعني ضاربة، عندما يكون ضاربا في جذوره في الأعماق، والحمد لله أيضا أرجع إلى كلمة الرسالة، الحرف العربي هو ضارب في الجذور في الأعماق في شخصية الإنسان العربي، هو من أهم يعني هو أهم ملمح من ملامح هويتنا البصرية. يعني هو صحيح هو يكتب به والجرق للمعرف، لكنه هو كما قلت هو الجانب الجمالي فيه هو مهم جدا، ورسالته الجمالية هي مهمة جدا. فلذلك نحن لا أرى أنا على الإطلاق على أن هذا الحرف يمكن أن تكون التكنولوجيا أو التطور هو عائق أو عائق أمامه. تمام. لذلك أنا أيضا تطورت في تجربتي واستخدمت أيضا ألوان أيضا من أحدث الألوان وأجرب باستمرار، وهذا ليس نوعا كما أقول لأخذ شهادة حسن سلوك أو سوء سلوك من أحد، لا لا، إنما هو المفروض على أن نفتح أعيننا يعني واسعة على كل تطور العصر، وهذا مشكلة إذا بقينا نتغنى في الماضي فقط ونبكي على الأطلال، لا، نريد أيضا من الحرف العربي أن يجاري التطور، وهذه أيضا جزء من رسالة التجديد. نعم. كثير حلو. أكيد دكتور محمد غنوم، نحن كنا كثير سعيدين بوجودك معنا اليوم وشاركنا مساحتك الفنية الخاصة الإنسانية بصباحنا غيرنا، شكر وجودك، يعطيك العافية ويعطيك العمر الطويل وتضل عم تبدع دائما. الله يخليك، شكرا لكم، شكرا، يعني هذا الصباح جميل بكل ما في الكلمة من معنى بوجودك. شكرا. أكيد بوجود الدكتور محمد، شكرا لك دكتور، جزيل الشكر. يعني بدنا نقول زدت من جمال الحرف العربي، وانتظار دائما لمعارض جديدة، ودائما نحن نرفع اسم سوريا بالعالي بأمثال حضرتك. شكرا. الله يخليك، شكرا.